برحب فيكم وحنعمل وصفة للي بيحبوا التارت حتعجبهم، واللي بيحبوا البسبوسة حتعجبهم. حنجمع ما بين طعم وقرمشة التارت وحشوة البسبوسة في الداخل. وكمان إذا حبيتوا هذه الوصفة تستفيدوا منها لوصفة تارت لحالها تعملوها ما شئتوا وتحشوها زي ما بدكم، وكمان كوصفة بسبوسة لحالها، بس أنا حبيت أدمج الاثنين بطبق ولا أطيب ولا أسهل من هيك. خلينا نشوف مع بعض المكونات. المكونات بسيطة متوفرة دائما. حامل كب كيكس ولكن على شكل تارت محشي بالبسبوسة، فبستعمل هذه القوالب موجودة ومتوفرة دائما. وعندي فكرة كتير حلوة، إذا بدي أعملها ميني بقدر ولكن حتاخد شوي وقت. هذه بتعطيني 12 قطعة من مقاس الكب كيك اللي هو الكبير هذا القالب. ممكن أجيب القالب اللي هو 12 قطعة، ممكن 2 قالب 6 ب6 حسب الفرن اللي عندك. ما بعمل في القالب شيء، بخليه جنبي، مش محتاج دهن ولا أي تجهيز. بحتاج أسخن الفرن على درجة حرارة 180 وأبتدي أرتب كل المكونات عندي. خلاص جهزتها. بقسم هذه المجموعة، هي مجموعة العجينة. عندي الزبدة مطلعها من البراد قبل بوقت لينة، الجبن الكريمي مطلعها قبل بوقت، الطحين والسكر الباودر. وهذه المجموعة هي المجموعة الخاصة بالبسبوسة، فحبتدي بالعجينة. نشوف خطوتنا مع بعض. في وعاء الخلاط بحط الطحين السكر الباودر الزبدة اللينة والجبن الكريمي اللين. بثبت مضرب التقليب لأنه أنا بدي أعمل عجينة بس مش عجن، تقليب المكونات أو خلطة مع بعض، فبستعمل هذا المضرب لهذا الغرض. وبشغل على سرعة بطيئة لتتكون عندي العجينة. بلاحظ شوي شوي ابتدت المكونات تتجمع على بعضها وحتتحول إلى عجينة. اتحولت كل هالفتات اللي كنتوا شايفينها إلى عجينة ناعمة جدا. بنلاحظ كيف قوامها. خلوا بالكم في الأول ممكن تقلقوا وتقولوا لا بدنا نزود بعض السوائل أو في خطأ في المقادير. لا ما تقلقوش خالص، استمروا بالتقليب على سرعة بطيئة لغاية ما تحصلوا على هذا الشكل. هخليها في الطبق ونشوف خطوتنا التالية. بجهز القالب وبحتاج هذه القطعة. هذه القطعة أصبحت موجودة في الأسواق، هي قطعة من الخشب بتساعدني على تشكيل العجينة التارت لتأخذ شكل القالب. بتلاقوها مقاسين، المقاس الصغير إذا عم بستعمل قوالب صغيرة الحجم اللي هي كب كيك الميني أو القوالب العادية. هخليها جنبي. وبحتاج كمية بسيطة من الطحين وبقطع العجينة ل 12 قطعة. باخذ قطعة من العجينة وأشكلها إلى كرة وأحطها في القالب. أصبح عندي 6 كرات، بضغط عليهم ضغطة خفيفة فقط وأحط أداة التشكيل في الطحين لتتغطى بتغطية خفيفة. وأبتدي أضغط وأحرك إيدي بشكل جانبي هيك، يعني ألفها هيك لفة بسيطة لأتأكد إنه العجينة عم بتغطي القاع والجوانب. وفي حال مش متوفرة عندي هذه الأداة، ممكن ببساطة بطرف إصبعي أبتدي أضغط شوي شوي، أخلي العجينة تبطن القاع وأبتدي شوي شوي أطلع لفوق بطرف الأصبع، أضغط عشان ترفع على الجوانب لتغطي جوانب القالب وأضبطها
بشكل لطيف. القوالب عندي جاهزة، أشيلها على جنب وأبتدي أجهز خلطة البسبوسة. لتجهيز البسبوسة في طبق ببتدي أضيف السكر، السميد، ممكن أستعمل السميد الناعم أو الخشن أو إذا حبينا الوسط، جوز هند ناعم، زيت الذرة، بيضة، الجيمر ويكون بدرجة الحرارة العادية ما يكون في البراد، الفانيليا والبيكنج باودر باستعمال سباتولا، ملعقة خشبية اللي موجود عندكم. أخلط كل هالمكونات مع بعضها. بتأكد إنها اختلطت كويس وبلاحظ شوي اللون، الخليط أصبح فاتح اللون، كل ما خفقته أو خلطته أكثر بتصير أفتح. وهلأ حبتدي أوزع الخليط على القوالب اللي جهزتها. هاي الكمية لازم أوزعها على 12 قالب. هلأ الإضافة الأخيرة، رشة بسيطة من أي نوع من المكسرات أنتوا بتحبوه. أقترح عليكم اللوز الشرائح، بيعطيني لوك كتير لطيف على سطح البسبوسة، بس ممكن طبعا تستعملوا أي مكسرات أنتوا بتحبوه، وممكن ما تحطوش شيء كمان إذا حبيتوا. هدخلها الفرن على درجة حرارة 180، بتاخد حوالي 20 دقيقة لتتحمر. التارت نفسه ياخذ لون ذهبي، البسبوسه تتحمر، ونشوف بس تطلع من الفرن طريقه التقديم. البسبوسه بس تطلع من الفرن سيبوها حوالي دقيقتين ترتاح، وبعد هيك بنقلها على طبق التقديم. عندي طريقتين، ممكن اوزع عليها الشيره او الشربات مباشره اول ما اطلعها من الفرن، او ممكن اوزعها وهي محطوطه اوريدي في طبق التقديم على حسب رغبتكم. باستعمال عود بسيط بس بتساعدني لأشيل التارت. بنشوف شكلها كيف لطيف، واللون الذهبي هذا اللون اللي أنا حابة تتحمر بهذه الدرجة، والبسبوسة أخذت اللون الذهبي الرائع. شوفوا قوام ولون التارت. المقدار بيعطيكم 12 حبة بالضبط بهذا المقاس. بتوزعوا البسبوسة بالضبط على قد المقدار، وأرجو أنكم دائما تلتزموا بالوصفات للحصول على نفس النتيجة اللي أنتوا شايفينها معكم. حبتدي أوزع كمية من القطر أو الشربات أو الشيرة على حسب رغبتكم. وهيك أصبحت عندي جاهزة، وصفة كتير بسيطة وسهلة، وتفضلوا.